سألت التاريخ الأكبر عن صفحة خلد لا يفتر، عن زمن يستغرق فينا رحلة مجد لا يتقهقر. فأجابت مئذنة الدنيا حي على شرفات الأزهر. تقوم صفا معوجا وبقلب السطع هي اللحمة. كفك من غصن الريحان ونثرت بذورا فاجتمعت سرا يطلق الآذان. لك أن معزا شيدك لتشيد أنت الإنسان. يا له من كتاب سخيف. ما الذي تقوله يا نزار؟ كتاب البخلاء سخيف؟ إنه يحمل النوادر والطرف. إنه للجاحظ، لكنه مؤلف نادر الموهبة. بل هو أسخف المؤلفين. دعه يا باسل دعه، إنه رأيه ومن حقه أن يقرأ ما يعجبه ويدع ما لا يعجبه. لكن هذه ليست الحقيقة يا نظام، إنه يراه سخيفا لأنه عربي. أركان، لقد افتقدناك كثيرا. أهلا، من زمن لم تزرنا. نعم، منذ سجن شيخه المخرف سليمان المصري. تأدب يا نزار حين تتحدث عن شيخنا. بل شيخك أنت وحدك، أما أنا فلا علاقة لي به. هذا العالم هو من علمك البحث والفقه والتاريخ والحساب، ولولاه لبقيت كما كنت تافها بلا عقل. أركان، احفظ لسانك. ليس هكذا يتعاتب الأمراء. ومن قال إني أعاتبه؟ أنا أواجهه بالحقيقة. أية حقيقة؟ لقد أبلغ عن الشيخ الذي علمه وسجنه في بيته. لست مدينا لهذا المصري بأي شيء، ما هو إلا معلم يشرح لنا الدروس مقابل المال. بل هو أسير لدينا، جلبناه بالخطف والقوة لعلمه الواسع. إنه من أفاضل شيوخ الأزهر. الأزهر ملأ رأسك بهذا الجامع حتى فضلته على كل جوامع الأستانة. أيها الأميران، قولا ما تشاءان، ولكن تحليا بالأدب والهدوء. لكل منكما رأي، وعلى الآخر أن يحترمه. أي رأي؟ وهو يكره الشيخ سليمان لمجرد أنه مصري. وأنا تركي، أفعل ما أفعل من أجل خلافتنا العثمانية. لكنك تهدم ما نبنيه باختلاطك بالعبيد. عبيد؟ هكذا ترى الشيخ سليمان مجرد عبد؟ نحن حكام بلاده لمئات السنوات، ألا ترى ذلك؟ ألا ترى أنك تضيع خلافتنا؟ أنت من يفعل هذا بتفضيل جنسنا التركي على كل الأجناس. أنا؟ نعم، لأنك نسيت أنه لا فرق بين إنسان وإنسان،
إلا بالخلق والعمل، هكذا تبنى الحضارة. هل تسمعاني أيها الأميران هذا الهراء؟ إنه كلام سليمان، هذا ما جنيناه من الأزهر. اترك لعقلك التفكير فيما أقول يا نزار، بل اسمع أنت يا أركان. إياك أن تدافع عن سليمان مرة أخرى، لقد تسببت في سجنه لكي أحمي خلافتنا، فلا تضطرني لفعل ما هو أكثر. صباحك ورد يا هند. صباحك حليب يا عنبر. بارة، ألا تعجبك؟ رضا. يوسف، ما بك؟ من ضربك؟ مملوك كان يقف أمام الأزهر. توقف عن البكاء لأفهمك. مملوك أمام الأزهر أخذ اللوحة والخرجة واستهزأ بي. مملوك؟ قم تعال معي. إلى أين؟ أريد أن أراه. هذا المملوك الذي يتكلم مع عم رضا. اذهب ونادي لي عنبر. تسرق أخي وتستهزئ به، سترى ما سأفعل بك. يبدو القلق على وجهك يا شيخ حلمي. قد خد بك. أنت تعلم أن أهل الدين والعلم في مصر لا ينظرون إليك كما ينظرون إلى باقي أمراء المماليك. ماذا تقصد يا مولانا؟ الأمراء المماليك مشهورون بالظلم والاستبداد ولا يراعون الحرمات، أما أنت فرجل عدل، رجل نبيل كريم، تنفق إنفاق من لا يخشى الفقر. هذا مديح يغجلني يا شيخ الأزهر. إنها قولة حق، لقد بنيت الأسبلة والصهاريج والعمائر وعمرت المدارس والمشافي وقمت بأكبر توسعة في تاريخ الأزهر الشريف. يوما ما سأموت ولن يتذكرني أحد إلا بجامع باب الفتوح وجامع باب البرقية وجامع الأزبكية ومشهد السيدة زينب ومشهد السيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة رقية والسيدة فاطمة. إني أنفق من مال الله وأرجو أن يتقبله، لكني لم أفهم بعد سبب القلق البادي على وجهك. أخشى أن يدبر لك علي بك شيئا في الخفاء كعادته. أيفعل بي هذا وأنا من وضعه في شياخة البلد؟ نعم يا كتخد بك. ولما يفعل ذلك؟ إنه لا يحب أن يكون هناك من هو أفضل منه، وأنت بأفضالك ونسبك تفوقه وتشعره بضلالته. لا تخشى علي منه، فهو يعلم قدري جيدا، وهو لا يجرؤ على أن يناصبني العداء. إنه يكره قربك من الأزهر والمصريين ولن يغفر لك هذا. لا تقلق يا مولانا، علي بيك أضعف من أن يرفع سيفه في وجهي. ليت الأمر يقتصر على السيف، لكني أشعر أن ضربة الخيانة ستأتيك من حيث لا تحتسب. ماذا قلت؟ تريد أن تفرش كراسي زائدة أمام الخان، ها؟ نعم. ولكن هذه مخالفة يا معلم رضا. سأدفع. كم؟ 100 بار. 150. كثير يا سيد. ستكسب أكثر من عائد هذه الكراسي. 120. 150. اللهم صل على حضرة النبي. امشي يا عنبر، تعال في وقت آخر. لست هنا من أجلك ولكن من أجل المملوك. هاي أنا؟ نعم، رجل حل حصانك وسرق. يسرقون ماذا؟ حصاني أنا؟ نعم، وجرى به ناحية حارة برجوان. هاي يسرقونني أنا، والله سأسجنهم. والله سأسجنهم، والله والله النار في حارة برجوان يا ناس.
أطفئوا النار يا ناس، أنجدونا يا خلق، كلوا على برجوان يا ناس، كلوا على برجوان حي. أنزلوني أنزلوني. هذه هي النار، كانت حيلة لنجتمع ونراه. ملعوب من ابن أباليسة. النجدة، أنزلوني أرجوكم أنزلوني. منظرك هكذا أفضل. نعم، إنه يشبه العجل. عجل وقع، أين سكين؟ يجب أن ندركه بالسكين قبل أن يموت. عجل وقع، أين سكين؟ والله فكرة. العجل واقع، أين السكين؟ العجل واقع، أين السكين؟ في عينيك خبر سعيد يا سيدي علي بيك. أنت تعرفني أحياناً يا أبا الذهب أكثر مما أعرف أنا نفسي. أنت مولاي وأنا تلميذك، ألن تخبرني بما يسعدك إلى هذا الحد؟ اقرأ وأنت تعرف. إنه فرمان من الوالي، إنه يقضي بنفي عبد الرحمن بكة خدى إلى الحجاز. كيف فعلتها؟ علي بيك لا يعجزه شيء، وكت خدى أعطاني كل ما أريد حتى أطيح به. وماذا أعطاك؟ لقد تحالف معي ضد أرباب الرئاسة من أقوى الأمراء المماليك، وألقى الفتن وقلب بعضهم على بعض، واستعان بك لتقضي على أقوى الأمراء. وهكذا سقط الجميع واحدا بعد الآخر، واشتد ساعدي أنا بينما لم يعد معك تخدى أحد. لقد عرفت متى تنفيه يا مولاي. أنا علي بيك الكبير، وبهذا الفرمان أكون قد تخلصت من أقوى أعدائي. كان لابد أن يدفعك تخدى الثمن. أي ثمن يا سيدي؟ ما فعله للأزهر من عمارة وإنفاق. لقد بدا للمصريين كأنه الأمير صاحب الكلمة العليا. من يتقرب للأزهر يسمعه الناس. لقد صار مع الأزهريين يدا واحدة، حتى بلغت به الوقاحة أن يحاصر بيتي معهم. أبا الذهب سيدي، فلينزل المنادون في الشوارع والأسواق ويعلنوا أن الوالي قد نفى عبد الرحمن كت خدى إلى الحجاز. أنتم هنا والناس كلها في حارة برجوان. وماذا في حارة برجوان؟ مملوك معلق من عرقوبه، رأسه تحت وقدماه في السماء كالعجل. تماما كالعجل. يا عم حن، هل تريد أن نترك الدكان ونذهب لنتفرج على ملعوب؟ وأترك مراجعة دروسي؟ مرة من نفسنا يا هند، لقد رأينا من المماليك الكثير، منظره وهو معلق يشفي الغليل. لهذه الدرجة؟ وأكثر، لو تريان المملوك والنسوة تزفه والأطفال تضربه، لقد أصبح مسخرة السوق. ومن فعل به هذا؟ لا أعرف يا يوسف، لكنه أكيد فارس شهم. فارس؟ بالتأكيد فارس؟ وماله؟ فارس إن شاء الله سيرينا في المماليك العجائب. فارس يري المماليك العجائب. لو تعرف من يكون هذا الفارس يا عم حنة. لكن من اليوم ستسمع عن هذا الفارس كثيراً. ما حدث اليوم في حارة برجوان هو بداية الطريق مع المماليك، مجرد بداية. حين ساد الصمت في أرجائنا، قد نطقت الحق في وجه العناد. كنت للصوت صدى، كم إمام
الله.